السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. هذه جيب العسكر هي باقا هنا، العسكر باقين في بلايا. لقد ظلم هذه 5:30، وخا تليفون راه تيضوي شي شوية. البحر اليوم ممتاز يبان طايح، كويفيسيون قيلة 84. الجيب ديال العسكر هي والكواد ديالهم دايز. كاين الشتاء دابا عطات واحد الدقة، وهي دابا تتنشنش. تيبقى نشوفوا الظروف الاخرى، واش الماء سخون واش ما سخونش. الا كان سخون غادي تكون القضيه شويه مزيانه، الا ما كانش الربيع عاود كذلك مزيان. اليوم فقط دارت لي في الخوا، قلت ما كاين ما يدار، واخا ما عنديش الطعم غنجي وندبروا على الطعم من البحر. وإلا دبرنا تاع على الحوت غتكون احسن. هكا هذا هو حال الصياد، ماشي الا ما كانش الطعم ما يجيش. حنا غنبداو ان شاء الله ويحمد الله تيسير الله. الشتا بدات يما نفزقو شويه، ما كاين باس. الشتا بزاف بدات تتجهد. النهار بدا كيطلع، انا راه ديت الحوايج ليا ونسيت الصاك، رجعت له الطوموبيل. ها الطوموبيل فينا هي، رجعت له. عندي اللونغ الكونجيلاتور، هذاك غندير به صيد به فريفره ونجربو تا هو في الصياده. مع المرات كيقيس عليا الحوت. اول ما توصل حتى لهنا البحر راه فينا، اول ما توصل حتى لهنا لاطراس ديال الماء، وكاين حتى الربيع هنايا، يعني كاين شويه الربيع. هذا راه الواد ديك السيمانه اللي جيت ما كانش غارق، اليوم راه محروس. دازت هاد الايامات البحر شويه هايج، راه حرك الدنيا شويه. البحر دابا راه خاوي، باقي له شي ساعه يكمل الخاويه. والخاويه دائما كيجيب الله فيها التيسير، خصوصا الا تزامنت مع الصباح. عاود الاخوان جينا وصلنا نوجدو الطيبات ديالنا ان شاء الله. اليوم ما كاينش الريح، الصوت تنظن غيتسمع مزيان. كاين بعض الاخوان اللي تيحتجوا على الصوت، راه هادشي اللي عطى الله. احنا تنكونوا في ظروف الريح تيكون مجهد، واخا عملنا جميع ديك البوق ديال الهيدوره وداك الشيء، والو ما صلح والو. كلشي الصوت دائما اذا كان الريح مجهد تيتخسر. دائما غنستعمل الخيط ديال 23. واحد اللونغ الفريغو دا شوية النورطي. هاهي هنايا طلعت انا، يلاه غادي نشحر. الحراره معتدله مزيانه. هذا درنا ديال الكعرش، قصبه تقوس بين الربيع، تقوس بالربيع بينه. ما يكونش بزاف ولكن كاين شي شويه خصني نبدل البلاصه. مقوس هذا الربيع، خصني نشوف كيفاش نمشي السطح ولا شي حاجه. انا شي شويه تفريفره، هذا هو الطعم اليوم اللي غادي نعول عليه. هو الربيع ثاني جرى هنا، كاين السطح كامل. شوف كامل الخيط عامر، الخيط كله عامر.
نسو معي تهدن شي شويه عاد نشحطو عاود. راه فيها حوته نشدها من كولا ديال الراط. ها شنو شغول محرقصه الله يعلم. فيها حوته هي اللي جرت الخيط طيحاتو في الماء. كيسحب ليها الربيع. يا شي شر هو قيل. اودي راه محرقته ماشي ماشي شر. يا محرقته. شكرا الله. كاين الربيع هنا بدلت البيراميد الطون ديالنا الخيط. انا داك الصاروخ جرو الربيع. المصيبات ديالي بجوج مرميين، جوجهم فيهم كهريشة د الرمل فريفرة، البحر طاح شوية زاد نقص، بعد كان شوية عايج تيجمع الربيع، ولكن دابا الربيع تركن شي شوية، أنا بعدت من الواد الجهاد الواد اللي فيها الربيع، وليت فوق السطح، دابا هنا قليل شوية الربيع، فريفرة واحد المرة هرستها، دودة ما قاصتهاش، دابا أنا عملت ليها بجوج فريفرات. نتمنى على ربي يبقى البحر هكا معدن. المشكلة هو تاني النور تيتحرك، الرياح شمالية تتعكس شوية الحوت، واخا النور تي ما شوية دافي ماشي بارد. نتمنى على ربي يكون هذا عامل باش يساعد شوية على النشاط ديال الأسماء. تاني النور تي تيعكزهم، ولكن التيارات ربما دافية جاية من الغربي، دافية التيارات داخلية ديالها. الربيع هو دافع شوية لهنا قريب من داخل ما كاينش بزاف. كنظن دابا الصوت يمكن يكون كيتسمع مزيان. مشكلة عند بعض الإخوان تعلقوا على الصوت وعلى الصداع ديال الريح على التسجيل ماشي مزيان. حنا هادشي راه ما كنشوفوش حتى كنمشي نعمل المونتاج حتى نتفاجأ. تيكون عندك جوج حلول، يا تستغني على داك الفيديو من مره ما توريش للناس، وكاين بعض الاخوه اللي تيقول لك ورينا داك الشيء اللي عطى الله، واخا هكاك واخا يديو اللي داهم الافاده تتكون احسن. لان حنا واخا هكاك راه ما نقدروش نديرو مثلا برنامج وثائقي يكون فيه مساهمين فيه بزاف ديال المتدخلين، مهندسين، مهندسي الصوت، مهندسي الصوره. حنا عاد نصوروا اللي خرجت هي هذيك واللي ما خرجتش ما عندنا ما يقبلوا علينا. عباد الله قبلوا علينا الاخوه، راه حنا ما عندناش اي امكانيات باش غادي يمكن لينا نصوروا. كنكون بوحدي كذلك غادي يمكن شي تصور كل شيء. ايوا خصك دابا هنا التليفون وكاميرا ديال جو برو غير ما يعطيوكش داك الشيء اللي بغيتي. حنا كنقلوا الحقيقه والواقع كما هو بالظروف اللي كاين عايشين فيها بدون مكياج بدون زواق. داكشي اللي عطى الله كنحاولوا نقولوه للاخوان باش يوصلهم ولو قليل من الافاده. فعلا بعض المرات تيصدق فيديو كيكون مزيان مصور مزيان الصوت مزيان، ولكن في اغلب الاحيان تتكون الظروف ما مساعداش، والمشكله هو ما كنكتشفوا داكشي حتى كنمشيو نعملوا مونتاج. كيبقى عندك حل واحد، يا اما تستغنى على داك الفيديو يا اما توريه. ماكراش الاخوان يعطيونا رايهم في هذا الشيء، راه كاين عندي بزاف ديال الفيديوهات اللي ما استطعتش ننزلهم، واخا تيكون فيهم معلومات ولكن مع هذيك التعليقات السلبيه كدير مناقص كاع ما كانوش كتقول ما كاينلاش بلا ما نسمحوا الهضره عاود مع الناس. بنادم اللي ما عايش معاك هاد الظروف ما تيعرفش. الناس اللي كيديروا فلوغ راه تيعرفوا هاد المشاكل، ولكن بنادم اللي جالس قدام التلفازه تيبان له راه حنا ما عندنا شيء. يعني شركه ديال برودكسيون ديال راهي كنصوروا بك لي مويان دوغو. راه الناس كيدخلوا تقنيين مهندسين كيصبحوا لك الصوت يصبحوا لك الصوره يعملوا الفوتوشوب يعملوا مؤثرات. حنا ما عندنا والو من هادشي، غير كنصوروا كما هي كما جات. الى قبلوها الاخوان هو هذاك، ما قبلوها شيء كتجيك شويه يعني كتصاب شويه بالاحباط، كتحس براسك بلا انك ما كانش خصك تنشر ديك الفيديو كاع. هي طيحها الربيع في الماء، الخيط كله منشور في الماء. هنا الربيع
ديك الزربه هذيك الاخرى خربقتها وصايي ماشي حتى شامزي. عجبتنا الربيع بزاف، هادي هي كنت داير فيها فريفرة، بزطتها توزيطة وحدة عضة صحيح، سمحت فيها ومشات. جوج صنانر حتى وحدة ما سوقرت، نعاودو ليها فريفرة، ندير ليها جوج نغطيو هادوك. درنا ليها جوج فريفرات، يا بسم الله، هاهما جوج يلاه عاوديها، الربيع طيح في الماء. كنت في ديك السطح رانا غادي وكان كحز اللور، دابا انا قطعت هذا السطح هذا، باقي ها هو واد من مورايا وها واد قدامي هو غادي تعمر. انا غادي نمشي من الجهه الاخرى، دابا غادي نجلس هنا بلاتي الى ما عمر هذا الواد هذا ورجع للجهه الاخرى. ها الواد تعمر من هنا تيمشي حتى الجهه الاخرى تحت داك السيد. على ما كاينش الملح حامل الحبيب في البحر، هذا الملح شويه تاع الطاجين بعد السردين مشوي من الحنابل في هذا البحر. تعمر البحر ها هي عاد حادات، شفت واحد الضريبه صغيره كاع شكيت فيها انها ماشي حوته كاع، ها هي حاصله على فريفرة، ها هي حاصلة، الله يجيبها على خير، باينة فيها زوينة، باينة فيها زوينة تبارك الله، والله إلا واحد الضريبة صغيرة ماشي تقول كاع ديال الحوت، والله ما رديتها، تنقول واش نشوف نقلب ما نقلب، واغلى يا صح. جات في الواد تيجي ساهل تغطس راسها في النار في الرملة، تغطس راسها في الرملة، ما
مشات لها الجيه شي شويه. يا ربي تسهل فيها يا رب، يا ربي تسهل فيها. هذا الجهة الأخرى، هذا الجهة الأخرى، تبعوها. هذا الجهة الأخرى. عندك عاد تكون طلق. لا باقي. مرة تطلق وتكون في الرملة. يا ربي تسهل فيا. قاصحة شوية، قاصحة جات في الحرت، تجيها ساهلة تخشي راسها في الرمل. واغلى واغلى. يا الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. معلي الشيطان، الله يعلي الشيطان، معلي الشيطان. والله تتيجي لي الله طلقت كاع معاك كتقلع من الرملة، تيجي لي الله طلقت. هذا بيا الجهة الأخرى تابعة الواد، تابعة الواد. أنا مزيانة ليا تمشي هاكا أحسن. هي قريبة شوي. شاهات هاد الجهة يردها اليمين اليسار. الله الله الله، محرقصة محرقصة تبارك الله، محرقصة. الله 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 الله، زيد الحبيبة، زيد 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 زيد. شحال توحشناك من الصباح ما تنتسناك. زيد 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 زيد. تبارك الله، سنيناك الحبيبة. هي ضربة على الفريفة. ضربة على الفريفة. وشادة فيها الصنارة، شادة فيها مزيان. هاي خلينا نسلموا عليه. على رويحة شحال زوينة فيها متى تكون طرية. هذه الثانية، هذيك الأولى عطيتها لشي واحد، هذه الثانية. تبارك الله، هي فيها واحد البركة حاصلة. ضربة على فريفرة، ما جبدت ما ضربت ما حادات ما والو. جينا نقلبو حيت كنا باكا تهرز، جينا نقلبو لقينا حاصلة. دابا هنا ثاني عاود بالواد، داك الواد فيه داك الحرس كتمرد شوية في الجبين هنايا. نصلي هدي على الله تجي بسهولة. علاش ما تنبغيوش نقصحو معاها، تتخاف يكون السنيميرة لاصقة في عي شوية. أما الترقيعة صحيحة، كنت بعض المرات السنارة لاصقة في عي شي شوية. أي لا سيستي معاها تتجي وخا كوكي. باقا غادا ليا عاود مع الواد، نتبعوها تبعوها عاود. هذا الجهة الأخرى صحيح بحال الأخرى ديال. هي كطير. باقي لها طلقت. طلقت يا الحباب، طلقت طلقت. يا 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 تقربت. هذاك الشيء اللي كنا خايفين منه طحنا فيه، هذاك الشيء اللي كنا خايفين منه طحنا فيه. ها الترقيعه، ها
بقى انطاك في القعيري شمشت، ما كتبت شي في الرزقية الحباب، ما كتبتش، كنت غتكملنا الفيلم ولكن ما عندنا معنى. نتمنوها ما تفلتش، هادي تتاكل غير بشويه بديك الشفيفه حتى تلصق ليها الصنارة غير شويه. لا طلقت طلقت ان شاء الله. انا ماكل هذا الشوش، ماكلة الشوش يا صاحبي. على زهر، على زهر يا صاحبي. ما كتبش. الخير تبارك الله عاود. كانت الضرب. هاهي حاصلة، نمشي للسطح ليها، نتفاوضوا معاها، ضاعوا لي جوج يا صاحبي. الجبد هذه قاصحة هذي. وي ندخل عليها ليه؟ ويسحق يا صاحبي. فريفرة عاود. ضاعوا لي جوج ويا ربي ما تضيعش هاد. يوم الماكلة الفشوش كاين النورطي ما شوية برد، والحوتية كل بالشفايف ديالو يلا كتقرصها شي شوية. طبعا المرات ما كتشوفهاش حتى واش ضربت كاع. يا ربي اش حصل ليها. اي على تفرعين. دابا انت تشوفها بعض المرات هكا مفرعنه كتقول راه ما شاداش مزيان، يعني راه حيت تتكون شاده عاشي شويه خاصها تطلع. الا كانت سارطه كتحاول تجي معاه، واخا تجي ثقيله تجي معاه. نفسر الخيط، انا راه دخلت لداخل حتى سطح خوا شويه دلو، واللي كنت فيه دابا كنخاف دابا بدا كيخوا تاني. المهم البعد غادي تنعس وقرها شويه. لصقت يا صاحبي مع شنو لصق عندك تكون شي كوردة تما. هاهي جات دوك الكوردات يا صاحبي خلقوا لنا مشكلة. الكورة هادي الراطا وصلت. ما تتبليش اي احد هي ما تتبانش شنو هي ما نعرف. ما تتبان بحال ماشي محرقسه يا صح، بحال شي حاجه اخرى مع شنو هي.
يمشي يمشي محارق ساي انا ماشي محارق ساي قدام تنتر يا صاحبي كنطح عزيزي يا بنتي ما غاديش نقدر نهز هذا دابا تالي نسيسو معاها حتى تخرجوا صاحبي حيت هاد حاديها غادي تجبد الريح هاكا نقودوها حتى كيجيب الله فتيس عرفتي فين كانت هذا هو الخيط صحيح غير كانت شادة شوية وصافي كاين اللي تيتعصب دغيا تيقول لك هز عليا الزبل دغيا سير 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 شدت في المنح على سلامتها على سلامتها على سلامتها على سلامتها وباقي الماء خويا اليوم نخرجوا برا حسن هذا كله الواد هنا الحمد لله والشكر لله هي جات شادة مغيزة فيها كاع ما تخاف ما مغيزين فيها مزيان شادة مسوقرة مزيان اللي كنا خايفين منها وصافي الحمد لله دوزنا نهير زوين كانت شويه الشتاء شويه الضبابة شويه الشمس ايوا النهار داز ممتاز متنوع جمعت شي شويه فريفره عاود لا احتجت لشي بلاصه اخرى كان فيها خير وخا بلاطه جينا قليلا